الوحدات في المرتبة الثانية بعدد مرات إحراز اللقب لأحد عشر لقبا خلف الفيصل الذي يمتلك 21. هذا السيد زياد شبايا، الاسم الكبير في كرة القدم الوحداتية غوميز، الذي قاد فرق في دول أخرى بالذات لبطولة الكأس وأيضا في بطولات دوري، ينجح في مهمته في أول سنة في الملاعب الأردنية بأن يقود الوحدات إلى لقب بطولة كأس الأردن. قياد التميمي النجم الأسبق والمدرب الآن الحالي لفريق الوحدات، أيضا محمد جمال مدير الفريق المدير المتعاون مع الجميع للأمانة، أيضا رأفت العلامي محلل الأداء اللي تم الاستعانة به في الفترة الأخيرة وقدم الإضافة المطلوبة، بقية الكادر لا ننسى مدرب الحراس رشيد النجار، الإداري محمد البرغوثي والدكتور مؤيد يوسف والمعالج مأمون حرب. تحية للجميع كما تحية للكادر الفني والإداري للعقبة رائد الظاهر رائد داود رائد الظاهر مير الدكس علي محمود انضال شباوي أحمد شريف عمر عمر ودكتور حسن المصروة والمعالج إبراهيم خميس. ما زال تكريم، هذا هو طبعا الحارس العملاق احمد عبد الستار الحارس الدولي، ولكن هناك ايضا عبد الله الفخوري تالق عبد الله الفخوري وضع الحارس الكبير والقدير احمد عبد الستار على الدكه، هو حارس كبير ايضا احمد عبد الستار حارس دولي ايضا وحارس يقدم الاضافه دوما عندما يدخل منذر ابو عمار برفقة طفله أو طفلته مش مبين عنده يعني. مبارك أحمد الياس، قلنا أن أبو عمارة وأحمد الياس وفراس كانوا موجودين مع آخر تتويج 2013، هذا هو أنس العوضات وتمير يعني أيضا تمير أيضا فراس البايع. هذا هو أحمد سمير، الإصابة منعت أحمد سمير من أن يكون حاضرا مع الفريق، اللاعب الدولي المتميز. نشاهد أيضا أحمد السريوة، أحمد السريوة أكيد عندما يذهب إلى البيت سيخفف من حزن شقيقه عمر. هذا هو أبو بكر ديارة، بينما أيضا زيد جابر، أيضا الإصابة منعت زيد جابر من أن يكون حاضر. عمر المناصرة أيضا البداوي خالد عصام، بقية الأسماء اللي ساهمت بفوز فريق الوحدات بلقب بطولة كأس الأردن. تحية للجميع. بقية الأسماء اللي كانت حاضرة أكيد صالح، ايضا مالك عدنان، احمد بدوي، دانيال عفانه، احمد ثائر، كل الاسماء اللي حضرت في مباراه اليوم واللي غابت لعدم قدرتها على المشاركه. جاءت 25 اللاعب الصاعد مالك عدنان، ايضا مهند خير الله اللاعب المدافع الخبير، ايضا تتويج البقيه. نشاهد محمد ابو عشيش بيتنج كما ذكرت احد افضل اللاعبين المحترفين المملكه، ايضا الحارس البديل كامل صالح، الحارس المتالق المبدع عبد الله الفخوري، ايضا دانيال عفانه قلب الدفاع الواعد مع فريق الوحدات، وشهاب المقنبر عريس اليوم صاحب هدف الانتصار في اول المواسم، حتى في اول نصف موسم نجح بان يسجل اهداف مؤثره
بالذات في بطولة الكأس، سجلت مرمى الفيصلي في دور الثمانية، سجل هدف الانتصار في النصف النهائي مع فريق الرمثة، والآن يسجل هدف الانتصار في المباراة الختامية. مهند أبو طه اللاعب الواعد نجم منتخبنا للشباب، والميدالية الذهبية لمحمد الميري، وأيضا محمد الميري سيستلم الآن كأس البطولة، كأس البطولة للقائد محمد الميري بعد مكان آخر قائد رفعه رأفة علي عام 2013 بعد الفوز على فريق البقعة. معالي أمين عمان يسلم الكأس الآن لمحمد الدميري قائد فريق الوحدات، الذي أكيد سيرفعه رفقة واحتفالات الزملاء. محمد الدميري يتوجه مع الزملاء، ألف ألف مبارك لفريق الوحدات هذا الفوز، ألف مبارك للوحدات اللقب الحادي عشر في بطولة كأس الأردن. والاحتفالات الآن في ملعب الملك عبد الله الثاني ابتهاجا وفرحا بتتويج فريق الوحدات بلقب بطولة كأس الأردن الألعاب النارية. الآن مرة ثانية ألف مبروك، ألف مبروك لفريق الوحدات هذا الفوز وهذا التتويج بلقب بطولة كأس الأردن. الكأس الآن تتناقل، الكأس تتناقل الآن بين اللاعبين.